اشياء ثلاثة هي: شيء لا يدخل في القدرة لا تكليف به، خلاص، شيء يدخل في القدرة بتعب شوي، شيء في الوسر. الحق حين كلف ما في الوسر، ما دام كلف ما في الوسر يبقى ان تطوعت بامر زائد ده موضوع اخر، فمن تطوع خيرا فهو ايه؟ فهو خير لك. ما دام بتتطوع من جنس ما افترض يبقى التكليف في الوسع ولا لا؟ والا لو ما كانش في الوسع ما كنتش انت تتطوع بزياده، ما كنتش تتطوع. ما دام ربنا بيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، كيف ياتي بعد ذلك ليعلمنا ويقول لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به؟ طب ما هو قال ده لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعها. هنا العلماء لهم مواقف جميلة، يقول لك: ومن يدريك أن الله حينما علمنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أما الله قد استجاب لأول دعاء مما علمنا، فنشأ من تلك الاستجابة أن لا يكلفنا إلا ما في الوسع. إحنا لما بنيجي نقول هذا الكلام بنستعيد الفضل الذي روي أن الله حينما سمع رسوله يقول وسمع المؤمنين قال: قد فعلت، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قد فعلت، لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قد فعلت، وكلفنا ما في الإيه؟ وكلفنا ما في الوسع. إذن حين يكلفنا الله سبحانه ما في الوسع، الوسع ده هو القدر المشترك عند كل القوى الإيمانية. فيه ناس همتها اوسع من الثانيه، اللي همته اوسع من الثانيه بيدخل في باب التطوع ولا لا؟ ما دام همته اوسع من الثاني بيدخل، بدليل ان الحق سبحانه وتعالى حين يكلف بحكمه وبعد ذلك يطرأ ما يجعل الحكم في غير الوسع هو نفسه يخففه. مسافر قال له: انت بتخرج عن حياتك الرتيبه وتذهب الى اماكن مالكش فيها مستقر، مالكش فيها امتعة، مالكش فيها حياة كذا، فحنخفف عنك كذا، الصيام تفتح، الصلاة تبقى تكسر. الله، اذا حين علم ان الوسع يضيق هو نفسه عمل ايه؟ هو نفسه خفف الحكم. هو نفسه ايه؟ الان علم ان فيكم ضعف. الاول كانت النسبة 1 لكام في القتال؟ كانت النسبة كام؟ 1 لـ10. 1 لـ10. لما عرف ان في ضعف عملها ايه؟ 1 لـ2. يبقى هو خفيفة ولا لا؟ هو نفسه خفيفة. فحين يعلم الله ان ذلك ليس في الوسع من نفسه يعملها ولا لا؟ كثير من الناس يخطئون التقدير، فيجي يقول لك دي المسألة لا يكلف الله نفسه الا وسعها، ودي مش في وسع. نقول له: لا، لا تحقق انت الوسع ثم تقيس التكليف عليه، بل شوف كلفك او لم يكلفك، فان كان كلفك فاحكم بانه كلفك بما في الوسع. مش تقدر انت الوسع وبعدين تقول لا ده التكليف ده مش في وسعي، لا، شوف كلف ولا ما كلفش، فان كان قد كلف يبقى هذا داخل في مين؟ يبقى داخل في الايه؟ في الوسع. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ساعة ما تسمع لها اعرف ان دي من جهة النفس، حتى في حساب البنوك له وعليه، مش كده؟ له وعليه، تبقى لها تفيد الملكية، تفيد الاختصاص، عليه تفيد ايه؟ الغر. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نلاحظ ان كل لها جاءت كسبت، وكل عليها جاءت ايه؟ اكتسبت، إلا من كسب سيئة. جت آية واحدة سماها إيه؟ بلى من كسب سيئة
واحاط، ما قالش ما اكتسب سيئة. هنا وقفة، وقفة في الاسلوب. قال لك ليه؟ قال لك لان كسب فيه فرق في المعالجة الفعلية الحدثية بينها وبين اكتسب، لان اكتسب فيها فعل. الفعل يعني ايه؟ يعني تكلف، يبقى حاجة خدت منه ايه؟ علاج شوية. انما كسب امر طبيعي، يبقى كسب غير ايه؟ لانه كذلك كل افعال الخير. بالله الانسان كده لما يجي يبص لاهله ويشوف جمالهم كده بيفتعل حاجة ولا امر طبيعي كده؟ طب خليه ينظر الى غير محارمه كده، بيشوف النظرة، هتيجي حد يشوفه ولا ما يشوفوش، هيهزقوه ولا ما يهزقوش، يعني عملية فعالية ولا لا، ويقعد بقى يعمل كده ويقعد يوضع. الله، واحد عمال بياكل مثلا من ماله او من مال ابيه، وواحد دخل كده بستانه عايز يسرق، مين اللي عمال بيتكلف وبيعمل عملية عشان ما حدش يشوفه وبده يسترها وبده يعمل؟ الله، صاحب الشر ولا لا؟ انما صاحب الخير، صاحب الخير العملية ايه؟ العملية سهلة بالنسبة لا شوف تعال ابدا. انما العملية الشرية هي اللي فيها ايه؟ هي اللي فيها بتاعت عايزين مثلا يروحوا يسرقوا، شوف بقى بيرتبوا ازاي ويعملوا ايه، ويقول لك دي ازاي ونعمل احتياطنا لايه، شوف المصيبة بقى اللي بيحصل اللي بتحصل. اذا الشر هو اللي عايز ايه؟ عايز افتعال. والمصيبة العظمى بقى ان الشر ما يعوزش افتعال، بقى طابع بقى، ها، وفيه بلد حس ايماني وعادت مسألة سهلة او لان ارتضى عليها كثيرا. ولذلك ايه؟ لازم تقول بلا من كسب سيئة واحاطت به خطيئته. الخطيئة احاطت به من كل ناحية، ما عادش فيه منفذ، ما بيفتعلش، ده بقت ملكة، بقت ايه؟ بقت ملكة معاي الطفاشة بقى خلاص. الاول اول ما بيسرق بيعمل، انما دلوقتي معاه الطفاشة ومرتب الامور وخلاص بقى. الله، يبقى اذا المصيبة كل المصيبة، يبقى المرحلة الاولى ان يكون اهل الشر مفتعلين لعمل الشر، يبقى لسه فيهم خير، يبقى لسه فيهم ايه؟ خير. لكن انه يعتبرها حرفة بقى وتبقى سهلة عليه، بقت مصيبة، دي بقت ملكة، بقت ايه؟ ولذلك ربنا بيقول بلى من كسب سيئة ايه؟ واحاطت به ايه؟ خطيئته. ومعنى احاطت به خطيئته اي لم تجعل له منفذا الى الله ليتوب، طوقته الخطيئة، طوقته الايه؟ ويفرح بالعملية، يقولك يا سلام، اما احنا الذي اذينا الفهرة، لكن الغلبان اللي اكتسبوا ده كانت ليلة مهببة، عارفها ما حصلت، انا عارف كان ايه، ويقعد الله بكتسب لانه تعب، يعني تعب على ما عمل العملية دي. اذا تقول الحق سبحانه وتعالى لها ما ايه؟ كسبت، وعليها ما اكتسبت، دي افتعال الشر هو اللي بيعوز ايه؟ مجهود. فان انتقلت المسألة الى ان اكتسبت بقت كسبت، تبقى دي الطمة الايه؟ كبرى، ويبقى احاطت به ايه؟ احاطت به خطيئته. وعليها ما اكتسبت، يبقى ما دامت لها وعليها، لها وعليها، يبقى العاقل يعمل ايه؟ يكثر لها ولا يكثر عليها؟ لكن بقى العاقل يكثر. ومين اللي بيقول؟ الحق العالم والمالك ولا اليه المصير؟ تبقى العمليه ما فيهاش فكاك ولا لا؟ يبقى لها ايه؟ ما كسبت، وعليها ايه؟ ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب يا أخي، طب الرسول عليه الصلاة والسلام طمني، قال رفع عن أمته الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فكيف يأتي بشيء مرفوع عن الأمة ثم يدعو به الله؟ طب هو حد قال لك إن ديا الرفع كان من اول الامر؟ ما لعل الرفع مما علمنا الله ان يطلبه الرسول والسابقون من المؤمنين، فما دام رفع يبقى كان موجود ولا لا؟ ما دام رفع يبقى كان ايه؟ كان موجود. ما تقولش كيف تدعو بشيء غير موجود،
اللي هو ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او ايه او اخطأنا، او ان ذلك يدل الله به على منتهى الصفاء الايمان بان الله يجب ان لا يعصى الا خطأ او نسيانا، يجب ان لا يعصى قدر. اللي يعرف قدر ربنا صحيح ما يكونش الخطأ منه الا ايه، الا نسيانا او ايه، الا نسيانا او خطأ. ليه؟ لانه ما دام هو الخالق وهو المنعم وبعد ذلك كلفنا، كان يجب مننا من ايه ما نقصدش المعصية. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ثم ما حصل من آدم معصية، مع أنه يقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، وسمى النسيان عصى آدم ربه، مش كده ولا لا؟ يبقى إذا كان النسيان الأول معصية، وبعدين أمة محمد ربنا أكرمها بأنه عمل إيه؟ بأنه رفع عنها النسيان. نقول ده في مسألة آدم دي ملحظ يجب أن يلحظه المؤمن. ليه؟ لأن آدم خلق بيد الله المباشرة ونحن مخلوقون بقانون التكاثر، مش كده ولا لا؟ وآدم كلف من الله مباشرة مش بواسطة رسول، وكلف بأمر واحد. فإذا كنت أنت مخلوق بيد الله مباشرة ومكلف من الله مباشرة، ولم تكلف الا بامر واحد انك ما تقربش هذه الشجرة، تبقى نسيت ايه وافتكرت ايه؟ تبقى في معصية. اذا لان ما فيش غير دي، هي كتير قوي لدرجة التكلفات كتيرة لدرجة ان اقول نسيت دي افتكرت دي. طب لما نسيت دي افتكرت ايه؟ يبقى اذا النسيان بالنسبة له ايه؟ ليه؟ لانه مخلوق باليد المباشرة بما خلقت بيدي، وكلف التكليف المباشر مش مواصف حد، وكلف بامر واحد. تبقى نسيت ايه وافتكرت ايه؟ يبقى كان شي صح تنسى ولا لا؟ هنا امة محمد حينما تقول ان نسينا او ايه، فكأننا يا رب نقدرك حق قدرك ولا نجترئ على عصيانك عمدا، ان عصينا فانما يكون ايه نسيانا او خطأ. دي معرفة على قدر مين؟ لقدر الحق سبحانه ايه وتعالى. لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ايه النسيان وايه الخطأ؟ اولا فيه اخطأ وفيه خطأ، اخطأ وايه وخطأ. خطأ لا تكون الا اثما، يعني انت تعلم القاعدة وتخطئ، لكن اللي اخطأ يمكن ما يعرفش القاعدة، يمكن ما يعرفش، فانت بتصوب له. انت لما تيجي في ايام اهل السنة ويعلمك الفاعل ومرفوع والمفعول منصوب، بيجي في وسط السنة يصحح لك ولا لا؟ على ما تفتكر القاعدة ويجيب القلم الاحمر كده ويقول لك دي فاعل تبقى مرفوعة ودي مفعول منصوب. انما في يوم الامتحان بيصحح لك ولا بيأخذك بقى؟ لان انت قعدت طول السنة بقى في القاعدة دي. ولا يبقى فيه خطأ او فيه ايه؟ اخطأ. يبقى اخطأ مرة تأتي عن ايه؟ عن غير قصد، لانه لا توجد قاعدة انا خالفتها ما عرفتش، انما نطقت غلط لان ما قالوا ليش، او قالوا لي مرة وما هيش على ذكري، يعني ما بقاش رياضة في نفسي واستقرت ملكة، لان مش الولد يقعد يغلط في الفعل المفعول قد ايه؟ كتير قوي. وبعد ذلك اما يكبر كده والقاعدة تبقى ملكة في نفسه يقول الايه، اول ما بيجي يقول ايه قطع محمد الايه الغصن بيقولها على طول كده، ولا بيجي عند الدال ويتلكأ شوية قطع محمد، بل ساعة ما يفتكر القاعدة ايه يروح نطيقها قوي زي القبول الغصن. يبقى ليه عمال بيدير ثلاث قواعد على ذهنه؟ هذه فاعل، والفاعل كما علمونا حكمه الايه الرفع، فدي تبقى مرفوعة. تبقى كم قضية عقلية، تبقى الوقفة عند الاخر دي لانه بيمر بكم قضية ايه عقلية، لكن بعد ما يمر عليه يا ما هو يفتكرش القاعدة، تبقى اسمها ايه؟ اسمها ملكة.
بقت ملكة لغوية عنده، مش بقى بيفتكر عند خلاص بقى انت. الملكة اللغوية دي زي احنا ما نقول الامر الالي، بقت آلية. احنا كنا ضربنا مثلا للولد اللي بيتعلم الخياطة مثلا، شوف بقى على ما يمسك الفتلة ويلضم الابرة ياخد له كم قلم على ما يتعلمها دي، والفتلة تمتين منه لانها طويلة يبقى لازم يقصرها، وبعدين ما تدخلش في العين يقوم لازم يعملها بريق ويبرمها كده ويخليها مش عارف ايه. الله، تبقى بياخد كتير، وبعدين ياخد الغرزة دي تطلع عالي، والغرزة دي تطلع وطي، والغرزة دي تطلع ايه واسعة، وبعدين يظل مدة كده، وبعدين يبقى بيكلمك ويبقى عمالة ايه اسمها بقت آلية، اسمها ايه العمل الآلي. فالاعمال الجوارحية دي اسمها آلية، والاعمال الجدية اسمها ايه ملكة، بقت ملكة. يجي واحد تسأله مثلا سؤال في الفقه وهو لسه طالب، يوم يفتكر السؤال ده في باب ايه، ده في باب كذا، طب باب كذا نحن حضرنا في ايه، على ما يقعد بقى ايه. وبعدين ان كان عالم زي اخواننا دول بمجرد ما تقول له الحكم يقول ايه الحكم كذا، بقت ملكة، بقت ايه، بقت ايه ملكة. ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الاصر هو الشيء الثقيل الذي يسقل عليه. مثلا كانت مثلا في اليهود اللي اقتلوا انفسكم، ان كنت تحبيت تتوبوا اقتلوا ايه انفسكم مثلا، او تصدقوا او زكوا بربع ما بربع اموالكم، مش كده اللي بيحصل؟ فبيقولوا لا، ما عملناش زي ما عمل ايه ما عمل هؤلاء. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال رسول الله لقد سمعت ان الله قد فعل، ان الله قد فعل يعني ما حملناش ما لا ايه ما لا طاقة لنا لا تمام. واعف عنا يعني انت يا حق، مهما اوتينا من اليقظة الايمانية والحرص الورعي في اننا نؤدي حقك، برضو مش هنقدر ايه مش هنقدر نأديه. ولذلك لا ندخل عليك إلا من باب أن تعفو عنا. اعفو عنا، ومعنى العفو تيجي الأثر كده وانت ماشي رجلك تعلم في الأرض، وبعدين الريح تيجي تعمل ايه تعفو الأثر، يعني ايه يبقى أكن فيه ذنب والذنب له أثر، وأنت تطلبه من الله أم ايه أم يمكن. واعف عنا واغفر لنا، لان فيه مظاهر التكوين البشري لما نحب ننقلها الى حيز السلوك والانفعال النزوعي، نجد ان واحد مثلا اذنب بالنسبه لك، حين يذنبه بالنسبه لك انت لك انك انت ترد عليه الذنب بالذنب كده، وليك انك انت تكذم الغيظ، انما يظل الغيظ موجود، تكذمه يعني تحبسه مش كده، وليك انك انت تعمل ايه تعفي حتى ده يطلع راخر، حتى ايه انما يعذبنيش انما يظل واجدا غضبان عليا. طب وغضب الرب ده ايه سهلة ديا مثل فهم لازمها كلها ولا لا كلها؟ طيب وارحمنا، الرحمة هي ان لا يدخلنا في الذنب. العفو يجي منا ذنب انما يغفره، انما الرحمه انه ما يدخلناش في ايه ما يدخلناش في الايه في الذنب. انت مولانا، انت مولانا سيدنا متولي امورنا ناصرنا، وما دام ناصرنا فانصرنا على القوم الكافرين. فكأن ختام السوره ينسجم مع اول السوره في قوله ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة، والذين كفروا جابهم مثل لهم، والمنافقين جابهم ولا لا؟ إذن فقوله وانصرنا على القوم الكافرين يدل على استدامة المعركة بين الإيمان والكفر، وأن المؤمن يأخذ أحكام الله دائما ليناضل بها الكفر أيام وجد ذلك الكفر، ويثق تمام الثقة أن الله متولي، الله مولى الذين آمنوا، والكافرون لا مولى لهم، ومن له مولى هو الله، ومن لا مولى له
يجب أن تظل المعركة بينك وبينه، بحيث إذا رأيت اجتراء على الإيمان في أي صورة من صوره فثق بأن الله ناصرك، وثق بأن الله معك، وثق بأن الله لا يتطلب منك إلا أن تنفعل لحكمه، وتأييده بالنصر هو الذي يغلب. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. ويجب أن تظل دائما في قولك مؤمنا متيقظا لعملية الكفر في أي لون من ألوانه. هذه العملية هي التي تريد أن تشوه حركة الحياة، وأن تتعب الكون بالخلق، وأن تجعل التقنين الوضعي البشري هو الذي يسيطر. فما عليك إلا أن تكون من المتقين الذين استهل بهم الله الصورة في الأول، وبعد ذلك تسأل الله أن ينصرك دائما على القوم الكافرين. وإلى لقائنا.